ما المتوقع في الساعات القليلة القادمة في العاصمة طرابلس وفي ليبيا بشكل كامل من وجهة نظرك؟ من الصعب التوقع الآن، لأن شعبنا الليبي كما تعلم هو مذهول الآن وهو منهوك، وهم قد دفعوه إلى حافة الهاوية. هو الشعب الآن يريد أن يأكل ويريد أن يعيش، فهو ينتظر ماذا ستستطيع هذه الحكومة أن تقدم له. والكلام عن طرابلس فقط هو فيه ظلم لباقي الأماكن في ليبيا، لأن طرابلس حتى إذا رضت طرابلس فهناك أماكن أخرى لم ترضى، ولن تكون حكومة توافق كما قلت لك، وطرابلس لم ترضى بعد. وأنا أتكلم مع كثير من الذين رشحوني وانتخبوني والذين يتواصلون معي، وأعرف أراء هذا وذاك، وأعرف هنا أن هناك من مؤيد لأنه تعب، وهناك من هو رافض حتى النهاية ويريد أن يستمر في رفضه.